امال تيجي المساله ازاي كده؟ لازم تقول ايه يعني؟ اذا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابه للمنهج وليؤمنوا بي ان اله وحكيم، مش اللي يجي يسألنا حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة ودي تنفعه ولا ما تنفعوش. فليؤمنوا به لعلهم إيه يرشدون. يبقى يرشد يعني إيه؟ يعني يصلوا إلى طريق الخير وإلى طريق الإيه وإلى طريق الإيه وإلى طريق الصواب. هذه الآية جاءت بعد آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، علشان تبين لنا إن الصفائية بالصيام يبقى الانسان ده مجال لمين؟ مجال لمين؟ للدعاء. الدعاء ان هو الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الاجابه، وانما حظك فيه ايه؟ العباده. حظك فيه العباده. وبعد ذلك عشان يبين لنا ان التكليفات الالهيه للبشر عجينه واحده، يجيب هذه الايه يفصل بها اي التشريع الصوم بعد ما اتكلم عن شهر رمضان ومش عارف ايه، ويقول اذا سالك عبادي عني، وبعدين يجي يرجع لمين؟ للصوم تاني. يقول ايه بعده؟ احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. الله، بعد ما جاب لنا حكايه الدعاء ودخلها في ايه؟ في حته الصوم كده، عشان تفهم ان الدين تكليفات وتكليفات ايه؟ زي برضو ما تكلم في نظام الأسرة ومش عارف إيه، وبعدين قال حافظه على الصلاة والإيه، وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الإيه، علشان يبين لك إن التكليفات كلها إيه، تكليفات كلها واحدة واحدة. وما بيقننش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع، لا ده إله بيخاطب كل ملكات النفس الإيه الإنسانية، ولا يريد أن تسهو ملكة على ملكة أبدا، بل كل الملكات إيه تنشحن. هنا في قول الحق سبحانه وتعالى أحل لكم إيه؟ ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ساعة تسمع كلمة أحل، أحل لكم، كأنه كان محرم ولا لا؟ ما تقول له أحل لك كذا، يبقى قبل ليه؟ قبل هذا النص كان إيه؟ محرم. طب نشوف إيه اللي أحل. اللي أحل هو عين ما كان محرم، مش كده ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام، خذوا بالكم من ليلة، والصيام إمساك بالنهار، الصيام إمساك بالنهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام محرم. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟